أعزائي الطلبة والطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة العلوم. هناخد مع بعضينا الدرس الأول وهو بعنوان توصيل الحرارة. تابعوني على قناة مصر للتعليم الابتدائي. طبعا احنا عارفين ان الحرارة تعتبر من أهم أنواع الطاقات التي عرفها الإنسان في التاريخ واستخدمها في حياته اليومية. تعتبر الشمس أهم مصدر للطاقة الحرارية على وجه على وجه الأرض طبعا، وتتعدد استخدامات الطاقة الحرارية. طبعا احنا بنستخدم الطاقة الحرارية في المنازل وبنستخدمها في الصناعة، طبعا بنستخدمها في مجالات شتى، ومن أمثلتها طبعا المنازل، طبعا طهي الطعام، التدفئة، تسخين المياه. طبعا احنا هنا زي ما احنا شايفين بنعمل تجفيف الملابس، وبنستخدمها في الصناعة، صناعة وتحضير الأغذية، نستخدمها في صناعة الزجاج، صناعة الورق، صناعة المنسوجات. دي كل الحاجات دي بنستخدم فيها درجة الحرارة. ايه المقصود بالحرارة؟ طبعا احنا لما نمسك كوب الشاي الساخن فإننا نشعر بإيه؟ نشعر بالسخونة. ليه؟ بسبب انتقال الحرارة من كوب الشاي الأعلى في الحرارة إلى يدك الأقل فين في الحرارة. طبعا إحنا إيدينا الحرارة بتاعت جسم الإنسان أقل من حرارة حرارة كوب الشاي الساخن، فبالتالي الحرارة تنتقل من كوب الشاي إلى اليد، إلى يد الإنسان. يبقى إذن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. وهنا برضو العكس، يعني أنا لما أجيب قطع من التلج وأمسكها بيدي فأنا بشعر بشعر بالبرودة. طب إيه سبب إن أنا بشعر بالبرودة؟ بسبب انتقال الحرارة من إيدي، لأن إيدي ساخنة عن درجة حرارتها مرتفعة عن عن التلج. فطبعا درجة الحرارة تنتقل من يدي إلى إلى قطعة إلى قطعة التلج. طبعا من الكلام اللي احنا قلناه اللي فات دوت هنعرف مع بعضينا الحرارة. هنعرف الحرارة. الحرارة صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الأعلى إلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. يعني تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. يبقى الحرارة هي صورة من صور الطاقة بتنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. إذا الحرارة طاقة. الحرارة طاقة تنتقل من جسم الآخر، بشرط لازم يكون اختلاف في درجة حرارة بين الجسمين، بين الجسمين، يعني الجسم ساخن وده جسم وده جسم بارد. الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. طبعا لكي نستطيع وصف حالة الجسم إذا كان ساخنا أو باردا نستخدم مصطلح درجة الحرارة. دول جسمين منفصلين، جسم ساخن وجسم بارد. لما أنا أحطهم في جنب بعض بتنتقل الحرارة، أو الجسمين متلامسان أهو، تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. درجة الحرارة. درجة الحرارة ده مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم. يبقى درجة الحرارة بيساعدنا، مؤشر بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم. طب إذا تلامس جسمان لهما نفس درجة الحرارة، الاتنين ليهم نفس درجة الحرارة، لا تنتقل الحرارة بينهما. طيب تستخدم أجهزة خاصة لقياس درجات الحرارة اسمها الترمومترات. اختلاف المواد في توصيلها للحرارة. أنا عندي طبعا في عندي مواد جيدة التوصيل للحرارة وفي مواد رديئة التوصيل للحرارة. يبقى تختلف المواد من حولنا في توصيلها للحرارة. هناك مواد جيدة التوصيل للحرارة وأخرى رديئة التوصيل للحرارة. طبعا احنا هنعمل التجربة أو النشاط التالي. اختلاف المواد في توصيل الحرارة. الأدوات، أجيب سقان من مواد مختلفة، ألمونيوم وحديد وخشب وبلاستيك متساوية تقريبا في الطول والسمك، وهجيب موقد وحامل وكأس به ماء ولهب. طبعا خطوات العمل،
ضع كأس الماء على الحامل. كأس الماء اهو، ده الحامل، هنحط كأس الماء اهو ماشي في الماء، ضع حتى يسخن الماء. طبعا هنولع تحتيه النار كده لغاية ما المية تعمل ايه، تسخن. ضع السيقان الأربعة في الماء الساخن. طبعا عندي ده حديد وده ألمونيوم وده بلاستيك وده خشب. امسك ساق الألمونيوم ثم ساق الحديد من طرفهما. نشوف ساق الألمونيوم من طرف هنا، نمسكه من هنا من هنا، وهمسك ساق الحديد من هنا. كرر الخطوات رقم 2 مع الساقين الآخرين اللي هو البلاستيك والخشب. وهنشوف هنا اهو، ده البلاستيك وده ايه، الخشب. يعني انا جيت هنا بعد ما احنا الماء ساخن، ومسكت دوت ومسكت ده ومسكت ده ومسكت ده، الاطراف، الحديد والالومنيوم والبلاستيك والخشب. هنشعر بالحراره عند الامساك بساق الالومنيوم وساق الحديد. ركزوا معايا، هو قال ايه الاول؟ الالومنيوم، لان الالومنيوم جيد التوصيل ليه؟ للحراره، وبيوصل الحراره اسرع من الحديد. لا نشعر بالحراره عند الامساك بساق الخشب وساق البلاستيك. يعني لما انا امسك ساق الخشب ده او البلاستيك وساق الخشب، انا مش هشعر بايه؟ بالحراره. اتمنى انكم تتابعوني وتعملوا سبسكرايب على قناه مصر للتعليم الابتدائي، مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. الاستنتاج. الاستنتاج بتختلف المواد فيما بينها في توصيلها للحراره. يعني المواد مش زي بعضها في توصيل الحرارة. ففي مواد جيدة توصيل الحرارة اللي هي بنقول عليها موصلة الحرارة، زي ايه؟ زي الألومنيوم والحديد. ومواد أخرى رديئة التوصيل للحرارة اللي هي عازلة للحرارة، زي الخشب والبلاستيك. تمام كده؟ ده الاستنتاج. يبقى أنا عندي مواد جيدة توصيل الحرارة زي الحديد والألومنيوم، وعندي مواد رديئة توصيل الحرارة زي مين؟ زي الخشب والبلاستيك. طبعا يمكن تقسيم المواد من حيث توصيلها للحراره. احنا قلنا دلوقتي مواد جيده توصيل للحراره اللي هي موصله للحراره، وعندي مواد رديئه توصيل للحراره اللي هي عازله للحراره. في مواد تسمح بسريان او مرور الحراره خلالها، زي النحاس، زي المعادن طبعا، والمعادن اللي هي النحاس والالومنيوم والحديد والزئبق. وفي عندي مواد لا تسمح بسريان او مرور الحراره خلالها، زي ايه؟ زي الخشب والزجاج والبلاستيك والهواء والورق. طبعا دي معادن ودي ايه؟ خشب. دي مواد جيده للتوصيل للحراره، ودي مواد رديئه التوصيل لايه؟ للحراره. علل، اذكر السبب بما تفسر لماذا تصنع النوافذ في البلدان البارده من لوحين من الزجاج بينهما فراغ في الهواء. ايه السبب؟ طبعا لان الهواء رديء التوصيل للحراره، فيعمل على عدم وصول الحراره الى داخل المنزل صيفا، وعدم تسرب الحراره الى خارج المنزل شتاء، فبالتالي يحافظ على دفء المنزل. طيب علل برضه، اذكر السبب لماذا ليه يصنع ترموس الشاي من طبقتين عازلتين بينهما فراغ في الهواء. ليه؟ لأن الهواء رديء التوصيل للحرارة، مما يعمل على احتفاظ الترموس بدرجة حرارة السائل الموجود بداخله لفترة إيه؟ لفترة طويلة. المعادن واختلاف درجة توصيلها للحرارة. هل المعادن درجة توصيلها للحرارة متشابهة؟ لا طبعًا، درجة توصيلها للحرارة مختلفة. يعني نلاقي الحديد غير النحاس غير الألمونيوم في توصيل درجة الحرارة. طبعا عرفنا ان المعادن من المواد جيدة التوصيل ليه؟ للحرارة. ولكن هل كل المعادن بتوصل الحرارة بنفس الدرجة ولا لا؟ طبعا عشان نعرف الكلام دوت، لازم نعمل النشاط التالي اللي هو اختلاف درجات توصيل المعادن المختلفة للحرارة. الادوات، هنجيب حاملين معدنيين، سيقان معدنيين من معادن مختلفة زي النحاس او الالومنيوم او الحديد، متساوية تقريبا في الطول والسمك، شمع برافين، دبابيس، دبابيس مكتب، موقد، ساعة إيقاف. طبعا هنا بيقول لي إيه؟ قم بصهر بعض من شمع البرافين، وضع بضع نقاط من الشمع المنصهر على طرف كل ساق معدني من السقان الثلاثة.
انا عندي تلاتة اهو، نحاس والومنيوم وايه وحديد. انا هحط على طرف كل واحد فيهم نقطة بسيطة خالص من شمع البرافين اللي هو زي اللزق دوت. طبعا هثبت في الشمع المنصهر على كل طرف، كل ساق، دبوس مكتب. هجيب دبوس مكتب وهحط ايه، وهحط على طرف كل ايه، كل ساق. وذلك بعد ان يتجمد الشمع المنصهر، احط السيقان الثلاثة على الحاملين المعدنيين زي ما احنا شايفين كده. ضع اطراف السيقان التي لا تحتوي على شمع البرافين فوق مصدر اللهب. يعني انا هحط التلات اطراف بتوع النحاس والالمونيوم والحديد تحت اللهب كده. طبعا ابدأ بحساب الزمن اللازم لسقوط دبابيس المكتب. هشوف انا دبابيس المكتب هتقع ازاي، تمام، او هتقع امتى من كل واحد، من كل ساق، باستخدام سعة الايقاف. طبعا الملاحظة ايه؟ الزمن اللازم لسقوط الدبوس من ساق النحاس هو الاقل، يبقى اذا ثم يليه الالومنيوم، ثم بعد ذلك ايه الحديد الاطول زمن. يعني انا عندي التلاتة معادن ان كان نحاس او الومنيوم او حديد. النحاس هو الاسرع في توصيل درجة ايه الحرارة، ثم بعد ذلك الالومنيوم، ثم بعد ذلك ايه الحديد. هلاقي حاجة ان الدبوس اللي ملتصق بالطرف طرف الساق النحاس هيسقط اولا، ثم بعد ذلك الالومنيوم، واخيرا ايه الحديد. يبقى اذا الملاحظة هنستنتج ايه دلوقتي. طبعا بتختلف المعادن في درجة توصيلها للحرارة. النحاس بيوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم والحديد. الألمونيوم بيوصل الحرارة أسرع منين؟ من الحديد. يبقى إذا رقم واحد النحاس، ده رقم واحد في توصيل الحرارة. الألمونيوم رقم اتنين، الحديد رقم ايه؟ تلاتة في توصيله لمين؟ للحرارة، بالرغم إن هما معادن. قضايا حياتية، كيفية استخدام المعادن في صناعة قضبان السكك الحديدية. طبعا احنا عارفين ان المعادن تتمدد وتزداد في الحجم نتيجة سريان الحرارة بداخلها. ده طبعا بيسبب مشاكل في قضبان السكك الحديدية المصنوعة من الحديد، زي ما احنا شايفين كده. القضبان السكك الحديدية دي مصنوعة منين؟ من الحديد. طبعا في الصيف بنلاقي ان درجة الحرارة مرتفعة، فبالتالي طبعا المعادن تتمدد. لذلك يترك المهندسون مسافات محسوبة بين قضبان القطارات. يعني احنا لو نلاحظ هنلاقي ان في بين القضيب وبين يعني المسافة في مسافات، يعني مثلا ايه وليكن مثلا كل 20 متر مثلا هنلاقي في فاصل بين القضيب والاخر، هنلاقي فاصل بين القضيب والاخر. ليه؟ لكي لا يحدث التواء للقضبان، لان طبعا احنا عارفين ان القضبان مع الحراره بتتمدد اهو، عند تمددها ايه صيفا، والذي قد يتسبب في وقوع حوادث القطارات. طبعا السؤال هنا اللي ممكن يجي لك بيقول لك ايه ترك مسافات محسوبه بين قضبان السكك ايه الحديديه ليه؟ اقول له حتى لا يحدث لها التواء عند تمددها صيفا، لان المعادن تتمدد بالحراره وتنكمش بايه بالبروده، مما يؤدي الى وقوع حوادث ايه القطارات. اختبر نفسك، أي من المواد التالية لا يسمح بسريان الحرارة خلالها؟ الزئبق، الحديد، الزجاج، النحاس. طبعا الزجاج. تعتمد فكرة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة على أن الألمونيوم موصل جيد للحرارة، الهواء رديء التوصيل للحرارة، الماء رديء التوصيل للحرارة، الحديد موصل جيد للحرارة. طبعا الهواء رديء التوصيل للحرارة. ده علامة صح وغلط. الألمونيوم أسرع المعادن في توصيل الحرارة، طبعا الإجابة خطأ، لأن أسرع المعادن هو النحاس. يستخدم الهواء في بين الطبقتين العزلتين في ترمس الشاي، طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. طبعا تختلف المواد فيما بينها في درجة توصيل الحرارة، طبعا صح. اكتب المصطلح العلمي، طاقة تنتقل في من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة، طبعا ايه الطاقة الحرارية. المؤشر الذي يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة او برودة اي جسم، ايه هو المؤشر؟ طبعا درجة ايه الحرارة. المواد التي تسمح بسريان الحرارة خلالها اللي هي المواد جيدة التوصيل للحرارة،
المواد التي لا تسمح بمرور الحرارة خلالها، أقول له إيه؟ المواد رديئة التوصيل لإيه؟ للحرارة. هناخد استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة ورديئة التوصيل لإيه للحرارة. هناخد أولا المواد جيدة التوصيل للحرارة، بنستخدمها في إيه؟ طبعا يستخدم الألمونيوم والصلب المقاوم للصدأ في صناعة أواني الطهي والقدور، وفي صناعة الغليات المستخدمة في المنازل وإيه والمصانع. دي غليات ودي غليات أهو، ودي أواني إيه الطهي. يبقى إذا السؤال بيقول لي علل، يستخدم الألمونيوم والصلب المقاوم للصدأ في صناعة أواني الطهي لأنه مواد جيدة توصيل الحرارة، لأن الألمونيوم الألمونيوم والصلب المقاوم للصدأ دول مواد جيدة توصيل لإيه للحرارة. المواد رديئة التوصيل الحرارة بنستخدمها في ايه؟ يستخدم البلاستيك والخشب في صناعة مقابض أواني الطهي، زي ما احنا شايفين ده مقبض بتاع أواني ايه؟ الطهي. والقدور والغليات. بنستخدم كمان أدوات تحضير وايه؟ وغرف الطعام. طيب، يستخدم البلاستيك في صناعة مقبض المكواة الكهربائية، زي ما احنا شايفين ده المقبض بتاع المكواة ايه؟ الكهربائية. تستخدم الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية الثقيلة زي ما احنا شايفينه في الحفاظ على درجة حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة في الشتاء. بيقول لك ايه؟ علل، اذكر السبب. يستخدم البلاستيك والخشب في صناعة مقابض أواني الطهي والقدور والغليات. ليه؟ لأنها مواد رديئة توصيل للحرارة. علل، تستخدم الأغطية الثقيلة والملابس الصوفية الثقيلة في فصل الشتاء. ليه؟ للحفاظ على درجة حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة. هناخد طبعا ملخص الدرس. توصيل الحرارة، الحرارة دي صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. طب إيه هي درجة الحرارة؟ مؤشر، أول ما يقول لي مؤشر دي درجة الحرارة، بيساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم. تقاس درجة الحرارة بالترمومتر، تقاس درجة الحرارة بإيه؟ بالترمومتر. درجة الحرارة مؤشر يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة أي جسم، طبعًا بتقاس درجة الحرارة بالترمومتر. بعض المواد جيدة توصيل الحرارة وبعضها رديئة توصيل لإيه؟ للحرارة. جميع المعادن توصل الحرارة ولكن بتختلف في درجة حرارة درجة توصيلها لإيه؟ للحرارة. النحاس يعتبر أسرع المعادن توصيلًا لإيه؟ للحرارة. أما الألمونيوم أسرع من الحديد في توصيل الحرارة. التطبيقات والقضايا الحياتية للحرارة، بتصنع النوافذ الزجاجية في البلدان الباردة من لوحين من الإيه؟ من الزجاج بينهما فراغ به هواء. يصنع ترموس الشاي من طبقتين عازلتين بينهما فراغ به إيه؟ هواء. ترك مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية. طبعًا مقارنة بين المواد جيدة توصيل الحرارة ورديئة إيه؟ التوصيل للحرارة. المواد جيدة توصيل الحرارة، التعريف دي مواد بتسمح بسريان الحرارة خلالها. طب المواد رديئة توصيل الحرارة، مواد لا تسمح بسريان الحرارة ايه خلالها. طب أمثلة عندي مواد جيدة توصيل الحرارة، الألمونيوم والحديد والنحاس والزئبق. طب المواد رديئة توصيل الحرارة، البلاستيك، الخشب، الزجاج، الورق، الهواء وايه والصوف. طيب الاستخدامات، احنا بنستخدم مواد جيدة توصيل الحرارة في صناعة أواني الطهي والقدور والغليات. طب المواد رديئة توصيل الحرارة بنستخدم في صناعة مقابض أواني الطهي والقدور والغليات. طيب صناعة أدوات تحضير وغرف ايه؟ وغرف الطعام. صناعة مقبض المكواة الكهربائية. الملابس الصوفية الثقيلة والأغطية الثقيلة التي تستخدم في التدفئة في فصل ايه؟ في فصل الشتاء. دي المقارنة بين المواد رديئة توصيل الحرارة والمواد جيدة توصيل الحرارة. طبعا حبايبي أتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتم من الدرس، وأرجو الاشتراك على قناة مصر للتعليم الابتدائي لدعمي، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.